السلام عليكم ورحمة الله. لو انت من الناس اللي بتفكر تستخدم ملح الليمون علشان تنظف الريداتير ودورة التبريد في السيارة، وخصوصا لو عندك صدى، فلازم تكون فاهم ان الموضوع ده ليه مميزات وليه عيوب. المميزات بتاعته رائعة ومذهلة وهتعجبك، العيوب بتاعته قاتلة وهتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تستخدم ملح الليمون ده. في الفيديو ده هوريلك كل اللي هيحصل لو قررت تستخدم ملح الليمون لتنظيف دورة التبريد في السيارة، وهسيبلك في الآخر حرية الاختيار والقرار، هينفع تستخدمه ولا مش هينفع تستخدمه؟ خلينا نبدأ. عندنا 3 عينات، مية عادية مضاف عليها معلقة ملح ليمون، ومية عادية مش مضاف عليها أي حاجة، ومية أصلية حمراء هنستخدمها في التجربة اللي بعدها، ودول 3 سخانات قدرة كل واحد فيهم 1500 واط علشان أضمن إن قوة التسخين متساوية وواحدة. هنزل الكاميرا تحت علشان تشوف أوضح، وهرفع المية اللي بملح ليمون والمية العادية، وهسيب المية الأصلية للتجربة اللي بعدها، وهشغل السخانات، وهسرع الفيديو علشان أكسب وقت، والهدف من التجربة دي إني أعرف سرعة غليان كل عينة في حيز مغلق مشابه لدورة التبريد في السيارة. وفي النهاية هتلاحظ إن المية اللي فيها ملح ليمون بتغلي أسرع من المية العادية، والفرق بينهم 6 درجات تقريبا. بعدها جبت قطعة صاج معدن مصدية، وهقطع منها 3 قطع قد بعض، وده خرطوم طالع من سيارة فيها صدى، وبرضو هقطع منه 3 قطع، ولما تبص فيهم هتلاقي الصدى واضح من جواهم، وده ريداتير طالع من سيارة كان فيها صدى. هقطع شريحة منه او قطعة بارتفاع الريداتير كله، وبعدها هقطع من القطعة دي 3 قطع متساويين في الحجم، وكده يبقى عندنا 3 عينات من اللي موجود في دورة المية في السيارة: حديد، ألمونيا، خراطيم. هفضي المية اللي موجودة من التجربة اللي فاتت في دورق مفتوح، وبعد ما افضي المية هحط جواها ال3 عينات: ريداتير ألمونيوم عليه صدى، وحديد مصدي، وخرطوم من سيارة مصدية، ونفس الخطوات هكررها مع المية العادية اللي من غير ملح ليمون، وبرضو نفس الخطوات مع المية الأصلية. وهنزلك الكاميرا تحت علشان تشوف بشكل أقرب وأوضح، وهبدأ التجربة وهسرع الفيديو، والهدف من التجربة إني أشوف الفرق بين ال3 أنواع من المية على العناصر اللي عليها صدى وبتكون موجودة في دورة التبريد قبل ما احط ملح الليمون في السيارة. واول ملاحظة ان المية اللي فيها ملح ليمون بدأت تغمق اسرع، والتفاعلات تحصل فيها بشكل اكبر، ولما هرفع الكاميرا من فوق هتشوف التفاعلات بتاعت ملح الليمون مع المعادن بشكل اوضح. هرجع الكاميرا مكانها وهسيب التجربة تستمر وهسرع الفيديو علشان الوقت. بعد انتهاء التجربة هتلاقي اثر غليان المية تحت الدوارق. المهم هستخدم جفت طويل علشان اطلع كل المكونات من الدوارق علشان اشوف النتيجة طالعة عاملة ازاي، وهلف ارفع الكاميرا وهتشوف ان المية اللي على اليمين اللي فيها ملح ليمون لونها اتحول لطيني وبقت غامقة، والمية العادية اغمقت حاجات بسيطة، والمية الاصلية مفيش فرق يذكر. ولما نبص على المكونات هتلاقي ملح الليمون شال كل اثر الصدى من على الريداتير والشريحة المعدن بشكل مبهر جدا، لكن مية الحنفية والمية الاصلية مفيش اي فرق عملوه مع المكونات. طبعا في ناس دلوقتي اللي عندها صدى هتطلع جري تجيب ملح ليمون وتحطه في دورة المية، ودول بقول لهم استنوا شوية لان في مصيبتين في الموضوع لسه هيبانوا، ان الله مع الصابرين. نروح للتطبيق العملي في السيارة، وزي ما انت شايف الصدى موجود على حساس غطى القربة، ولما دخل الكاميرا جوه القربة هتقدر تشوف الصدى بوضوح على جوانب القربة وعلى الارضية وفي كل مكان. ولما ننزل نبص على شجرة المية البلاستيك اللي بتكون ورا الموتور برضو هتشوف الصدى واضح فيها، ونقرب ونشوف قوعة الترموستات اللي طالعة من الموتور برضو فيها صدى واضح جدا على المعدن من جوه. نشوف بقى خط الراجع للريداتير بعد ما المية تطلع من الموتور وترجع للريداتير، برضو فيها صدى موجود في كل مكان وعلى الريداتير من جوه. واخيرا نبص على الخرطوم اللي طالع من الريداتير وداخل على شجرة المية، برضو الصدى واضح ولازق على الخرطوم من جوه. قبل ما هبدأ التجربة عملي هاخد قراية عداد الكيلومتر بتاع العربية، عاملة 433456 كيلومتر. جبت حوالي 1/2 كوب ملح ليمون وفضيت عليه مية ودوبت كويس جدا في المية، وبعد ما قفلت دورة المية كلها في السيارة فضيت الكوب كله في القربة، وبعدين جبت قمع حطيته في القربة وفضيت حوالي 4 لتر مية في السيارة، وشغلت السيارة ومشيت بيها اليوم ده علشان اخلص مشاويري. وبعد ما خلصت مشاويري نشوف
نشوف دلوقتي عداد السيارة هنلاقيها عاملة 433,497، يعني أنا مشيت 41 كيلو فقط. استنيت لما السيارة بردت وفكيت غطا القربة، وشوف شكله طالع أبيض ونظيف إزاي، غير الشكل الأول والصدى اللي كان عليه. جبت طبق كبير وحطيته تحت طبة الريداتير، وفكيت طبة الريداتير وبدأت المية تنزل. دي المية النظيفة اللي أنا لسه حاططها من ساعة زمن بالظبط. تعال بقى نروح نشوف النتائج بشكل مباشر. غطا القربة رجع وكأنه جديد، ولما ندخل جوه القربة مش هتصدق مستوى النظافة اللي حصلت في كل حتة في القربة بدون تدخل منك. ولما نروح على ترموستات الكوع الألمونيا هتلاقي الصدى اختفى منها تماما ومعدلوش اي اثر. ولما نرجع لشجرة المية البلاستيك اللي ورا الموتور برضو هتلاقي الوضع اتغير 180 درجة بشكل مبهر. ولما نروح على خط الراجع بتاع الريداتير هتلاقي الصدى اختفى من على الفبر البلاستيك، ولو دخلنا جوه اكتر هتلاقي الصدى اختفى من على الريداتير من الداخل. واخيرا خط الراجع من الريداتير لشجرة المية مفيش اي اثر للصدى غير من بره على الحواف، لكن من جوه مفيش اي اثر في الخرطوم. طبعا في ناس دلوقتي هتقفل الفيديو وتروح تجيب ملح ليمون وتفضيه في دورة المية، الناس دي هقول لهم استنوا علشان في مصيبتين انتم ما تعرفوهمش، استنوا ان الله مع الصابرين. اولا اللي خلاني احط الكمية دي من ملح الليمون وانا مطمن هو اني لاغي طبب المحرك اللي كل شوية كانت واحدة تتاكل وتسرب مية، ومركب مكانها طبب استانلس. ده شكلها الطبب دي انا عاملها عمولة علشان اشتري دماغي من موضوع طبب المحرك اللي كل شوية كانت تتاكل وتسرب مية، ومركب الطبب دي بقالي سنة ونص او سنتين من غير اي مشاكل. وهسيب لكم تحت الفيديو رابط الاماكن اللي بتبيع الطبب دي جاهزة، بدل ما لسه تروح عند الخراط ويعملهم لك استانلس وبتكلفة عالية عليك. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه انك لو عندك طبب عادية في المحرك وحطيت حتى ربع الكمية اللي انا استخدمتها فطبب المية اللي عندك هتتاكل، يعني هتتاكل وهتسرب مية. النقطة التانية ان الريداتير بتاعي جديد، فلو انت الريداتير بتاعك قديم ومتهالك وفي صدى فهيسرب مية من اضعف نقطة فيه اللي الصدى واكلها. انا كده وضحت اول مصيبة علشان محدش يرجع يشتكي في التعليقات، اللهم بلغت اللهم فاشهد. دي كده المصيبة الاولى. ايه هي بقى المصيبة التانية؟ اصبر معايا وهتشوفها بنفسك. بعد ما فضيت المية جبت خرطوم وركبته على شجرة المية علشان اطلع بواقي المية اللي فيها ملح ليمون من داخل بلوك المحرك، وهتشوف بنفسك المية طالعة عاملة ازاي. ورجعت ركبت الخرطوم في الريداتير من فوق وبرضو هتشوف المية طالعة من تحت عاملة ازاي. باختصار فضلت مشغل المية ساعة كاملة على كل جزء في دورة المية بشكل منفرد علشان اغسله من بواقي اثر ملح الليمون، وبعدها جبت بلور علشان اطرد بواقي المية الموجودة في البلوك بتاع المحرك. ورجعت كررت نفس الخطوة مع الريداتير من فوق. باختصار فضلت مشغل البلاور حوالي نص ساعة على كل خرطوم او وصلة في دورة المية علشان اجففها تماما من اثر المية بتاعت الحنفية، وبعدها فضيت مية جديدة خضرة وكله تمام وزي الفل. وبعد مرور حوالي شهرين نشوف العداد بتاع السيارة هنلاقيه عامل 435,042 كيلو، يعني السيارة تقريبا مشيت حوالي 1500 كيلو. وكانت المفاجأة ان الصدى رجع لكن بشكل كثيف جدا. نروح على الريداتير علشان نفضي المية اللي فيه، وهتتفاجئ بان المية اللي نازلة مصدية بشكل مزعج واكتر من الاول. ولما رحت على القربة علشان اشوف الوضع لقيت الصدى رجع تاني على حساس غطا القربة، ولما دخلت الكاميرا جوه القربة لقيت الصدى موجود بشكل اكبر من الاول، والمزعج ان في حاجة زي البودرة الناعمة المصدية موجودة في قاع القربة. ولقيت الصدى رجع تاني لشجرة المية ورجع على الخرطوم اللي راجع من الريداتير، وبدأ يظهر بشكل طفيف جدا على كوعة الترموستات المصنوعة من الالومنيوم، وعلى خط الراجع بتاع الريداتير برضو الصدى موجود. طيب الكلام ده سببه ايه ومعناه ايه؟ اولا ملح الليمون هو حمض الستريك او ستريك اسيد، ولما بيغلي في المية بيتفاعل مع اكسيد الحديد
اللي موجود في البلوكة بتاعة الموتور وبيفضل موجود على الحديد حتى لو غسلت بعدها بمية عادية أو مية مقطرة، وكل ما هتحط مية تبريد جديدة أيا كان نوعها أو لونها وهتسخن هتنشط بواقي حمض الستريك، ولأن فيه أكسجين مذاب في المية فهترجع تصد تاني بشكل أسرع، لأن المية بيكون فيها عنصرين، الأكسجين المذاب اللي بيكون الصدى وحمض الستريك اللي بيتفاعل مع الصدى والحديد، وده اللي بيعمل البودرة اللي انت شفتها في قاع القربة. ولاني عامل السيارة حقل تجارب ومش فارقة معايا، فانا جبت من بيكربونات الصوديوم نفس كمية ملح الليمون اللي انا استخدمتها، وضفتها على 4 لتر مية وقلبتهم كويس وفضيتهم في الدورة وشغلت السيارة والقربة مفتوحة من غير ما اقفلها، والهدف كان اني اعكس التفاعل بتاع حمض الستريك، وده كان الوضع لما المية اللي عليها بيكربونات الصوديوم سخنت والسيارة شغالة. ممكن تخش على الكاميرا على فكرة. بعد كده فضيت المية اللي فيها بيكربونات الصوديوم، وبعد كده حطيت مية مقطرة وشغلت السيارة واستنيت لما المية المقطرة سخنت، وبعدين نزلتها كلها وكررت الموضوع ده 3 مرات، وبعدها حطيت مية تبريد أصلية. الموضوع طويل ومرير وأنا شرحته عشان اللي يفكر يستخدم ملح الليمون يكون فاهم العواقب كلها هتكون عاملة ازاي والنتيجة هتكون طالعة عاملة ازاي. لايك وشير للفيديو علشان توعي غيرك. خليك فاكر دايما ان زكاة العلم أو المعلومة نشرها، مش انك توقف المعلومة عندك. وبعد ما تضغط على زر اشتراك في القناة فعل اشعارات عن طريق الضغط على علامة الجرس. بكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.